السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الراندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله من بعد ما تشاركت معكم الخدمة ديال هاد الراندة هذه بطريقتي الخاصة، اللي هي طريقة سهلة وجديدة، أي وحدة يمكن ليها تخدم بها هاد الزواقة، راها سهلة بزاف. راني بديت معكم أخواتي الخدمة من الأول كيفاش تبداوها هنايا، ووريت لكم حتى كيفاش تخدموها في قياس كبير، يعني الا بغيتوها عريضه. دابا راني كملت الخدمه، وصلت لهنا الفتحه ديال العنق، غادي نوري لكم اخواتي كيفاش تقسموها وتقلبوها. بالنسبه لهنا انا عندي جلابه راني لاقيتها غير بالماكينه. صافي دابا غنوري لكم كيفاش تقسموا الراندة، وعاد من بعد غنقلبوها. انا الطريقه ديالي اخواتي اللي تندير دائما ملي كتكون عندنا الراند هنا بلا ما نحتاجو نقلبو التوب، انا كنخلي هنايا، غادي من بعد ندير واحد الخيط في اللون ديال التوب، غادي نشب هاد السوجي هذا ندخلو لهنا، صافي وكيبقى هاد التوب لداخل. ملي عندنا الراند غنقلبو الراند بلا ما نحتاجو نخرجو التوب، نقطعوه ونخرجوه، كيبقى هنايا باين. ملي كيتقلب هنا كيجينا هنايا باين. صافي غنخليه لداخل. غادي دابا نخدم واحد السنتيم، غنقسم وعاد غنقلب. نجيو لهنا اخواتي، طريقة ديال الخدمة كنا كنخدمو كنمشيو لهنا، ولكن حنا دابا بغينا نخدمو غير النص، يعني غنجيو لهنا. غادي تبدل شويه الخدمة ولكن راها ساهلة. نجيو لهنايا، الحرير اخواتي راه مبروم على ثلاثة الشعرات، البرا غنخدمو بالبرا النمرة ستة، وبالنسبة للحرير كيبقى اختياري، كاين اللي كيبغي على جوج، كاين اللي كيبغي على ثلاثة، وكاين شي بلايص اللي كيخدمو حتى على ربعة، المهم على حسب الطلب. غننسى هاد العوينة ديال الحرير، غنهز هاد ستة العوينات اللي عندي هنا. حنا قلنا العرض ديال هاد الراندة وهو 24 عين، يعني هنا عندي 12 وهنا 12، ستة ديال هاد اللون وستة ديال هاد اللون. غنهز هاد العوينات كامل اللي فات السطر، عندي 12، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة احداش هاتناش. صافي وغنرجع مع السطر. هانتوما اخواتي، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش. دابا الا خدمت هادي ما غاديش تجينا الراندة طالعة بحال هاكا. دابا باش تجينا الراندة غادي بحال هاكا نازلة بحال هاكا في السطر، باش تفهموني مزيان. هانتوما هدا هو النص اللي بغينا نخدمو، خاص الراندة تجي طالعة بحال هاكا. اشنو كنديرو؟ كنخليو كنطيحو. دابا غنخدم غير حداش، ما نخدمش 12، باش تجينا الراندة طالعة بحال هاكا. خليت هاد العوينة الاخرى ما خدمتش فيها، وغنرجع مع السطر. هنا اخواتي كنخدمو لاخر عوينه، يعني كتبقى هاد العوينه كنبقاو نخدمو فوقهم، هنا ما كننقصو ما كنزيدو. صافي نعاود نرجع مع السطر. السطر الاول خدمنا فيه 12، السطر الثاني خدمنا غير 11، دابا غنخدمو غير 10، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانية تسعود ها عشرة. دابا باش تمشي لينا الراندة غادية بحال هاكا، لحقاش حنا قسمنا دابا كنديرو بحال هاكا هاد الدريجات. صافي هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها، وغنرجع مع السطر. هنا كنخدمو حتى الاخر. دابا غنرجع ولكن غنخدم غير في ستة، باش ندير هاد المربع هذا، وغنخلي هاد العوينات هادو فين غنخدم النص ديال هاد المربع. غنرجع في ستة العوينات، لحقاش انا هنا هاد المربع عندي فيه ستة. ها وحدة جوج ثلاثة اربعة خمسة
هستة. نتمنى يكون واضح لكم اخواتي. غنزيد نقرب لكم اكثر، واخا تبان لكم الخدمه غليظه، المهم هو ان الخدمه تبان لكم. صافي غنعاود نرجع في هاد العوينات غير في هاد السته. نعاود نرجع فيهم، المهم غنبقى نمشي ونجي حتى يوليو عندي هنا ستة العوينات بحال هنا. دابا عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، غنبقى نمشي فيهم ونرجع حتى يوليو ستة ونحبس. هنا غيولوا عندنا ستة، وهنا خاص يوليو عندنا أربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، غنكمل هالستة وغنرجع في السطر. هنا يلا عندنا ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، يعني غنرجع في هاد السطر باش نكمل هنا أربعة. ها هما دابا ولاو عندنا أربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، نكمل هاد السطر. صافي ونخلي الخيط هنايا حتى الاخر اخواتي، وغنوري لكم كيفاش درت الخيوط اللي بقاو ليا هنا لتحت. غنجي دابا بغي ندير النص ديال هاد المربع هذا، غندير خيط في اللون ديال الثوب. انا هاد الخويطات اللي غندير بهم هاد النصيصات راني برمتهم غير خويطات صغار. نجي لهنا اخواتي، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد ربعه العوينات. ها وحده جوج ثلاثه ها اربعه، ونرجع مع السطر ترجعوا في ربعه العوينات. نجي لهاد العوينه الثانيه، دابا غنرجع غير في ثلاثه حقاش غنديروا غير النص ديال المربع. غادينا الخدمه على شكل مثلث صغير. نعاود نرجع مع السطر نشد في هاد العوينه الثالثه، نرجع مع السطر نقص عوينه، يعني غنخدم هنا غير جوج ونرجع مع السطر. نشد في هاد العوينه، دابا غنرجع غير في عوينه وحده صافي، ونرجع مع هاد السطر. هانتوما اخواتي درنا هاد المثلث النص ديال هذا. صافي نخلي الخيط هنا، دابا غنكملوا هاد المثلث ولكن ما غنزيدوش الخدمه دابا، غادي حتى نقلبوا حقاش خدمنا دابا هاد شويه قسمنا، خاصنا ندوزوا للجهه الاخرى. المهم غندوز معكم للجهه الاخرى اخواتي باش تشوفوا الخدمه حتى من هاد الجهه. هي في الحقيقه راه بحال بحال، راه بحال هنا بحال هنا. المهم غنديروا للاخوات اللي يلاه مبتدئات، غنشد من نفس العوينه ياك، غنثبت هاد الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير، هاد الخيط اللي عندنا هنا غنجرو لتحت ونهز هاد العوينات اللي فات السطر. عندي 12 ستة هنا وستة هنا، نخلي هاد الخيط لتحت حتى الاخر، غادي نعقدوه غادي نوري لكم كيفاش نعقدوه. المهم غنهز هاد 12 العوينه اللي عندي هنا،
صافي اخواتي هانتوما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. صافي نرجع مع هاد السطر، هاد الخيط راني غير كنت خليته غادي نقطع. صافي ندوزت من فوق الخدمه، كيفما درنا هنا اخواتي ملي غنوصل لهنا ما نخدمش في العوينه هاد الاخرى باش تجي الخدمه طالعه، ونرجع مع السطر غنمشي ونرجع عاوتاني. هنا ما كنزيدو ما كننقصو كنبقاو نخدمو عادي. هنا غنخلي هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونرجع. تيوليو عندنا هنا جوج دريجات اولا جوج عوينات، ها وحده ها جوج. غنرجع مع السطر، دابا ملي تيوليو عندنا هنا جوج عوينات غنرجع دابا غير في سته. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة، وتيبقاو لينا هنا أربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة، غنبقى نخدم في هاد ستة أخواتي حتى يوليو عندي هنا ستة وهنا أربعة. ملي كنوليو نخدمو في هاد ستة العوينات ما كنبقاوش نطيحو، صافي غادي نخدمو هاد المربع عادي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة، نرجع مع السطر باش يوليو عندي هنا أربعة العوينات، هنا أربعة وهنا جوج هي ستة، باش يولي عندنا هنا ستة وهنا ستة وهنا ستة. نرجع مع السطر، صافي نخلي الخيط هنا. غنركب خيط قصير في هاد الصفر باش نديرو مثلث. هنا نجي لهنا اخواتي لهاد العوينه الاولى، نثبت فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد ربعة العوينات اللي عندي هنا، واحدة جوج ثلاثة أربعة. نرجع مع السطر، نرجعو في ربعة العوينات. صافي ونجي لهاد العوينه الثانيه، دابا ملي غنرجع غنقص عوينه غنخدم غير في ثلاثه، واحد جوج ها ثلاثه، ونرجع في هاد ثلاثه
نجي لهاد العوينه الثانيه، ملي غنرجع هاد السطر غنرجع غير في جوج، العوينه الثالثه ما غنخدمش فيها ونرجع في هاد الجوج، نخدم في هاد العوينه الاخرى، نخدم دابا غير في وحده ونخلي وحده ونرجع في هاد العوينه. هانتوما اخواتي هذه هي القسمه. دابا حنا قسمنا، ملي كنزديوهم راه كتجي الزواقه هي هذيك. هانتوما دابا اخواتي غنقلبوا الرانده لحق الجلابه، غادي نقلبوا الرانده، كون كان قفطان غنتبعوا بحال هكا حتى نكملوا هاد الفتحه كامله، ولكن مادام عندنا جلابه غادي نقلبوا دابا الفتحه وغنقلبوا الخدمه. بالنسبه للحرير اخواتي اللي كيبقى هنا، دابا ما خدمناش على اللون لحقاش عندنا الالوان مختلفه، الا جينا نخدموا فوق اللون تيجي باين تحت اللون الاخر. دابا كنخليهم انا هنايا هاد الخويطات هنا حتى كنسالي كنقلب الرانده، كنجي لكل خيط تتعقدوا بحال هكا غير باش تاكدوا باش ترتاحوا باش انه ما يتحلوش، صافي وكنقطع وراه ما كيجيوش باينين، اللهم يتعقدوا لتحت ولا يجيو دايزين تحت اللون كيجيو باينين. صافي تندير لي من هذه الطريقه تنقطعهم كاملين. هانتوما راني مقطع هادو، واخا هكاك ما كيجيوش باينين، المهم راه تيجيو متقونين ما يتحلوش. راني سبق لي خدمت معكم واحد الموديل وبغاو هما يخدموا فوقه، المهم ديك الساعه كيبقى داكشي الاختيار ديالكم، بغيتو تخدموا فوقهم وتقطعوهم كل وحده دير الحاجه اللي كترتاح فيها. صافي اخواتي دابا غنخدموا هاد الجهه. دابا ملي قسمنا غادي نقلبوا، بالنسبه للتوبره ما كنقلبوش، غنخدموا هنا فهاد الجهه، وراه نفس داكشي اللي تنديرو هنا تنديرو هنا، ما كاينش الاختلاف. بالنسبه لهاد الزواقه راه نفس العيون نفس الطريقه، ما كيتزادوا العيون ما كينقصوا، كي هنا كي هنا. غنجيو اخواتي لهاد المثلثات اللي عندنا هنا في الجنب، ملي خدمنا هاد تقريبا سنتيم اولا سنتيم وشي حاجه قسمنا فيه، دابا قلبنا، دابا غادي نخدمو بالمقلوب. عادي اخواتي كيف ما خدمنا المثلثات اللي من قبل في البدايه ديال هاد الزواقه بحال بحال. غنجي لهنا غنهز هاد ستات العوينات، دابا الرانده مقلوبه، نحاولوا غير بشويه حتى نهزوا هاد ستات العوينات. انا هنا كاينين سته، نتوما راه تقدروا ديروا اكثر على حساب نتوما شحال بغيتوا في العرض. هما هادو ستات العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، غادي نرجع فيهم دابا. السطر الاول اخواتي قلت لكم كنرجعوا فيه عادي ما كنطيحوش. بالنسبه للمثلثات اللي هنا في الجنب غنرجع في ستة العوينات، نشد هنا في التوب، ما نشدوش بزاف باش ما تجيناش هاد الحاشيه باينه غليظه، نهزو غير شويه صافي ونرجع في هاد السته. دابا ملي غنرجع في هاد السطر غنقص عوينه، غنرجع غير في خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، تنبداو نقصو في العوينات من هنا باش نديرو مثلث، نشد في التوب ونرجع في هاد الخمسة. هنا كنخدم عادي، غنرجع دابا غنرجع غير في ربعة، نقص عوينة نشد هنا في التوب، ما نشدش بزاف ونزير هاد الضربة باش جينا الخدمة هنا متقونة، نرجع في هاد ربعة العوينات
نعود نرجع، ولكن غنرجع غير في 3. نشد هنا في التوب، نرجع في هاد 3 العوينات، صافي. دابا نرجع غير في جوجات، واحد ها جوج، نشد هنا في التوب، نرجع في هاد جوج عوينات. ملي غنرجع دابا غنرجع غير في وحده، صافي، ونشد في التوب، نرجع في هاد العوينه، نجيبها لهنا للتوب، صافي اخواتي. ها نتوما هذا هو المثلث، راه بنفس الطريقه كيف ما خدمت هنا غنجي نخدم هنا في هاد الجهه اللي الفوق، بحال بحال ما كاينش شي اختلاف. غنهز 6 العوينات، غنرجع السطر الاول ما نقص والو، السطر الثاني غنبدا نقص، نبقى نقص حتى تبقى لينا غير عوينه وحده، نجيبوها بحال هكا لعاد التوب وصافي. دابا اخواتي غنوري لكم غير واحد السطوره في هذا اللون صافي، ومن بعد غنخدم باش نوري لكم كيفاش نزديوها مع القب. دابا بغينا نديرو هذا اللون الاخر، غادي نركب خيط بالنسبه لهاد الخيوطه اخواتي، ديروا خيط طويل كيخدم لكم هاد الجهه كامله. غنجي لهنا فهاد العوينه ديال هاد اللون الاصفر، غنشد فيها نثبت الحرير بحال هنا. الا بغيتوا تخدموا على الخيط خدموا، غنجي غنهز هاد 6 العوينات. هانتوما ها العوينه الاولى، انا شديت الاصفر غنخدم فوقه، غادي نوري لكم كيفاش غتلاحظوا غيبقى باين. غنهز 6 اللي كاينين هنا، نقطع دابا الاصفر اللي خدمت فوقه نحيدو، وغادي نهز هاد 6 اللي كاينين هنا، غنخدم تاني فوق هاد اللون، صافي نخدم فوق غير واحد شويه ونحيدو باش ما يبقاش يبان. نكمل هاد 6 ديال هاد المثلث صافي، ونرجع اخواتي مع السطر. فهاد السطر غنرجع غير في 11، ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، ها 11. هاد العوينه ما غنخدمش فيها، غنرجع دابا مع السطر. هانتوما اخواتي ما غنعاودش نخدم معاكم بحال هكا، غادي يجيكم فيديو طويل. هادشي اللي غندير هنا هو اللي درت هنا، غادي نعاود نرجع عاوتاني السطر الاخر غنخدم فيه غير 10، وغيولوا عندي هنا جوج دريجات بحال هنا، واحد جوج صافي. ومن بعد غنبقى نخدم غير في 6 بحال هنا، ومن بعد غادي نديرها خيط قصير وندير هاد النص ديال المربع بنفس الطريقه. غادي نكمل هاد الطليعه اخواتي، ونرجع نوري لكم كيفاش نلصقوا هاد الراندا في التوب. ها نتوما اخواتي انا بقيت كنخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم هنا، تبعت عليها حتى كملت هاد القياس اللي عندي هنا في التوب كامل، وصلت لهنا. هاد الدرس الاخرى راه ما جاونيش فيها 6، جاتني فيها غير 5. حتى نتوما تقدر توقف لكم الزواقه يعني في اي بلاصه. هنايا بقيت كنخدم حتى ست هاد الراندة هادي تقابلت ليا مع الكمالة ديال التوب، صافي وحبست وشديت معها هاد المثلث، ولكن شديت غير في 5 العوينات، يعني هو القياس اللي بقى ليا صافي. ملي تنكملو دابا هنايا غادي نحيدو دابا هاد الفنيتات، ندورو هاد الراندة بحال هكا باش نلاقيو دابا القب مع الراندة. ملي تنكونو ملاقيين بالملاقية راه كنزلو الملاقية عادي، وملي ما كتكونش الملاقية كنلاقيو بحال هكا بالملاقية عادي. انا قلبت الخدمة، غنشد هنا
باش ننزل الملاقية من هنا، وضروري اخواتي تردوا البال بحال هكا القب، لحقاش كل قب والفصالة ديالو كتحطوا بحال هكا القب وتتشوفوا واش نازل بحال هكا مع الخدمة، حتى الا كان القب الفصالة ديالو طالع ولا شي حاجة وخاصاتكم الراندر كتزيدوا كتطلعوا شوية الراندة من هنا بنفس الخيط اللي خدمت به هنا غنكمل به. نشد هنا في التوب صافي، ما غندير لا ملاقيه ديال واحد لا والو، غادي غير نشد في التوب ونجي لهنا لهاد العوينه الاولى نشد فيها حتى هي صافي، ونرجع نشد هنا في التوب. بالنسبه لهاد الخيوطه غير نخدم شويه وغنقطعهم، نرجع نشد هنا في التوب ونزيروا هاد الضربات واحد شويه عند بعضياتهم صافي. نقطع هاد الخيط اللي عندي هنا نشد في هاد العوينه ونجي لهنا للتوب، نعاود نشد هنا ونجي للتوب. وفي حاله الا بانت لكم بحال هكا بان الراندة بعيد على التوب غتمشيو في واحد السطر غير في الراندة ماشي في القب، غير في الراندة وترجعوا باش تعليو هاد الجهه، حتى الا بانت لينا الراندة هنا جات نازله غنزيدوا فيها شي سطر نجي لهنا للتوب نجي لهاد العوينه، حنا غادي نعوينه بعوينه نجي لهنا نجي للقب ونشد هنا بحال دابا بانت لينا الراندة انها بعدت، غادي نخدم في الراندة نعليها واحد شويه واخا غير سطر غنمشي غير في الراندة بوحده هانتوما. دابا مشيت غير في الراندة بوحده غير باش نعليها ما شديتش في التوب، لكن هنا اخواتي ضروري نطيحو يعني العوينه الاخرى ما نخدمش فيها. نرجع هنا شفتوا اخواتي الطريقه كيفاش اللي بغينا نعليو جهه الراندة تنديروا هذه الطريقه، نقطع هذا الخيط راني خدمت فوقه صافي. اخواتي ملي نوصل لهنا نشد عاوتاني في التوب ونبدا نازله عادي كيف ما كنت نازله، غير المهم داك السطر عليت به واحد شويه الرانده. هاد الطريقه ديروها، ولكن اخواتي هانتوما ملي تبغيو ترجعوا هنا تعليو هنا في العوينه الاخرى ما تخدموش باش تطلع لكم الرانده. الا خدمتوا في هاد العوينات كاملين غادي تخسر لكم الخدمه، هانتوما خدمت هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونرجع صافي، غير باش نطلعوا الرانده واحد شويه لعند التوب. نرجع دابا في هاد العوينات صافي ونشد هنا في التوب صافي. دابا غادي نخدم عادي بلا ما نعلي، نرجع هنا للتوب نخدم في هاد العوينه ونشد هنا في التوب. هذه هي الملاقيه ديال الرانده، هنا راه غادي غير تصلح وتقاد مزيان صافي. هذه هي الفتحه ديال القب اخواتي تجي على هذا الشكل، راح نقسمنا الراندة في الاول ومن بعد راح نقلبناها تجي بحال هكا. هاد الشويه ديال التوب اللي كان هنا راني نشبته اخواتي لداخل، من الاحسن يجي داخل. وبالنسبه لذاك الشويه اللي خدمنا على وجهه راه هو هذا. دابا ملي تتقلب الراندة راه في الاول تتقلب بحال هكا، واخا كتقلب كتقلب في الاول كيبقى هذا في الوجه ديال الراندة، شفتوا كيفاش كيجي؟ كون قلبناها من البدايه كنا غادي يبان لينا هذا الشيء الاول حرش يعني مقلوب، حنا خدمنا شويه هكا على وجهه. دابا ملي غتقلب غتبان بحال هكا، داك الشويه اللي بقى باين راه بقى باين على وجهه صافي. ومن بعد راه كتبان غير هاد البلاصه، هاد التوب راه ما كيبانش، من الاحسن يبقى لداخل. وكل الطريقه ديالها اللي كترتاح شي طريقه ديرها صافي. اخواتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذه هي الزواقه درتها لكم بهذه الطريقه، راه سهله
تحت الطلب ديال الاخوات اني يلاه كتاب درتها لكم. نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنسونيش اخواتي من لايك للفيديو، واللي ما مشاركاش تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا، وخليوا لي اخواتي تعليق وشاركوا الفيديو مع الاخوات. وشكرا لكم، بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.